انا سوفرير نقول لك اليوم تقريبا من مجيت شوفر نتاع الكار للجارد ماتيريال للناس كل عائله واحده الناس كل تلمينا كي دخلنا التيران حسينا ورانا جيش بالحق ورانا جيش من الجمهور بغينا غير نفرحوه باي طريقه ما نجم نقول لك حتى شيء ما نجمش تحكي لي على فيزيك ولا تكتيك بغينا نفرحوا الناس هذوما خاطر يجيك معناها ديبلاسمون في الرباط بالطريقه هذيك ويشجعك 90 دقيقه ما نجم كان تخدم على روحك واحنا نتحملوا مسؤوليتنا خاطر احنا اللي خلينا رواحنا باش نوصلوا للمرحله هذه ولكن كما حكيت قبيله راهو باش تكون جمعيه كبيره يلزمك تتعدى بالاشيك باش تسوفغ وتحس بقيمه معناتها تتعدى الاول وقيمه الفيكتوار اليوم الفيكتوار اللي خذيناها 3 بوان اللي خذيناهم المرتبه الاولى حاسين بها خاطر تعبنا عليها دونك الحمد لله اون ميريت برافو بور لي جوار عرفوا كيفاش يسرقوا الماتش هذا بروح قتال يظهر لي تلعب ضدهم بين ايكيب سان داونز راه سان داونز باش تفافور باش تقلق برشا لادفيرسير مالغري هذا سان داونز اليوم ما خليناهاش تخلق الفرص وكان المنافس قارينا برشا قرانا مليح 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 لكن الحمد لله ميطون الاول كنا مكبين شويه برشا بريسيون لكن دوزيام ميطون تشوف يعني الماتش بعد الواحد بلاش تسرحوا برشا الملاعبيات تلقى ماتش اخر ولا ماتش اخر الحمد لله برافو بور لي جوار وبرافو انكور بور لي بيبليك اللي قاعد يعطي فينا في برشا دروس.